أعلنت الاستخبارات الأوكرانية أن القيادة العسكرية الروسية استحدثت طريقة جديدة للتجنيد في إقليم الدنباس المحتل شرق أوكرانيا، يجبر جميع الرجال الذين اعتقلوا في الشارع خلال ساعات حظر التجوال على الخدمة العسكرية في صفوف الانفصاليين. الاستخبارات الأوكرانية وبحسب معلوماتها أكدت أن حملة التجنيد الإجباري الجديدة والتي يديرها جهاز الأمن الروسي ومكاتب التجنيد العسكري المحلية ستبدأ في مطلع شهر مايو المقبل.